سعيا وراء تعويض السقوط في جولة الذهاب لاقتناص بطاقة العبور، يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. فعلى ملعب ستانفورد بريدج يبدأ البلوز الموقعة وسط انتقادات بالجملة بسبب النتائج الكارثية على المستوى المحلي رغم التعاقدات القياسية التي أبرمتها إدارة الفريق في الميركاتو الشتوي. أصحاب الضيافة يبدأون المباراة وسط شكوك حول مشاركة الثلاثي نجولو كانتي وريس جيمس وكريستيان بولوسيتش بسبب الإصابة. الفريق اللندني لن يكون أمامه بديل عن الفوز بفارق هدفين بعد السقوط في المباراة الأولى في ملعب دورتموند بهدف دون رد من توقيع كريم أديمي. وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن إدارة تشيلسي ستقيل المدرب جارهام بوتر حالة الإخفاق في العبور إلى دور الثمانية. وفي المعسكر المقابل ينتقل دورتموند إلى بلاد الضباب بأفضلية حسم موقعة الذهاب لصالحه، ويفتقد دورتموند للثنائي الألماني كريم أديمي ويوسافا موكوكو بسبب عدم تعافيهما من الإصابة، فيما استعان المدرب إيدن تريزيتش بخدمات الحارس السويسري غريغور كوبل رغم إصابته المفاجئة قبل مواجهة لايبزيغ في الدوري الألماني. الفريق يعيش موسما قويا على المستوى المحلي بعدما تغلب على لايبزيغ بهدفين لهدف في الجولة 23 من الدوري الألماني، ليتساوى مع بايرن ميونخ برصيد 49 نقطة في صدارة البوندسليغا.